ايهاب، ايهاب يفتح اللعب ناحيه شمال عند شريف دابو، ضم لجوه وفتح لبره وتحرك له عشان يستلم. ايهاب سمير عايز يلعب العرضيه، عرضيه ايهاب ومحاوله هنا وضربه جزاء لصالح نادي الداخليه، ضربه جزاء لصالح نادي الداخليه من عرضيات ايهاب سمير وتحرك اسلام عبد النعيم يسبق قبل دفاع الاهلي ويحاول يدوس على الكوره وياخد ضربه جزاء، ياخد ضربه جزاء. شايف دلوقتي اسلام عبد النعيم بيتكلم مع عيد مرازيق ان هو اللي عايز يسدد ضربه الجزاء. ادي العرقله من ياسر ابراهيم لاسلام عبد النعيم اللي سبق وخد الكوره، اتحرك لمس الكوره والعرقله موجوده من ياسر للاعب اسلام عبد النعيم وضربه جزاء لصالح نادي الداخليه. الدقيقه 19 قفشه يتقدم للنادي الاهلي وايهاب سمير ولا كريم يحيى؟ كريم مسدد اخر ضربه جزاء قدام سموحه. اسلام عبد النعيم كان عايز يسدد ضربه الجزاء لكن كريم يحيى هو رقم واحد. بصوا اسلام زعلان رايح حتى يتكلم معاه معاذ الحناوي، رايح يتكلم معاه، لكن ايهاب سمير لعب عرضيه، هي كروسات ايهاب سمير صاحب قدم يسرى مميزه واللي يسبق هو اسلام عبد النعيم يسبق للكوره وياخد ضربه جزاء لصالح نادي الداخليه. ميني ماتش ما بين كريم يحيى صاحب الهدفين لصالح نادي الداخليه، مسجل في مرمى المقاولين من ضربه جزاء ومسجل في مرمى سموحه من بينالتي. ثالث ضربه جزاء لكريم يحيى. ميني ماتش ما بين كريم يحيى ومصطفى شوبير. كريم وقوفة وحكم اللقاء يقول للعيبه محدش يدخل لحد التسديد، محدش يدخل جوه البوكس. ولحظات اخيره من عمر الشوط الاول، كريم وقوفة، كريم في نص الجول، في نص الجول يسجل هدف التعادل ويرفض الاحتفال كريم يحيى، يرفض الاحتفال كريم يحيى صاحب ثلاث اهداف، هو هداف نادي الداخليه، هدافه من ضربات ترجيح يسجل هدف التعادل لصالح نادي الداخليه. ولغه الارقام ما بتكذبش، هو نادي الداخليه بيضغط في الربع ساعه الاخيره من عمر الشوط الاول، ضغط ووصل للثلث الهجومي، قدر يحصل على ضربه جزاء ويسجل هدف التعادل. راح معاها اوفا لكن الكوره اعلى من ايده وتتسجل هدف تاني في اللقاء وهدف التعادل لصالح نادي الداخليه. 1-1.